هل يجوز شرط بزواج عدم الزواج على الزوجة؟ يعني لا يتزوج غيرها إلا إذا طلقها. إيه. يعني قصدي هل يجوز للمرأة أن تشترط أو وليها أن يشترط على الرجل أن لا يتزوج على ابنته؟ يقول أزوجك على أن لا تتزوج عليها. هك شرط يشترطون عليه. يقول لا ضاري. اشترطين عليك شديدة. شو؟ طيب. لا انت اطمئنوا الشروط بعد العقود لا قيمة لها. الشروط التي لها قيمة ومعتمدة هي الشروط التي أثناء العقد. طيب أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها لأن انتهى العقد خلاص تم. فالقصد أنه أثناء العقد مثلا حق اللي جاي اللي ما تزوجه والشباب الصغار اللي ما تزوجه الحين. طيب هل لولي المرأة أو للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه ليس لها ذلك لأن هذا شيء أباحه الله له، وبعض أهل العلم يرى أنه لها ذلك، لها أن تشترط، وهذا الأقرب أنه لها أن تشترط. ولكن هذا الشرط أو هذا الشرط لا يمنعه من الزواج، لا يمنعه. كيف يعني؟ لو اشترط عليها وليها، اشترط عليه وليها أو هي اشترطت أن لا تتزوج علي، قال نعم وافقت وتم العقد، إذن هو شرط ملزم أنه لا يجوز له أن يتزوج عليها إلا بإذنها. طيب لو أراد أن يتزوج هنا قال أنا والله صراحة بتزوج، هنا لها الحق، لا يحرم عليه الزواج ولكن لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة. لها الحق لأن لو ما اشترطت هذا الشرط وطلبت الطلاق ليس عليها أن يطلقها، وإذا طلقها القاضي تسقط حقوقها، لكن هنا يلتزم بدفع حقوقها لها كأنه هو الذي طلقها وليس هي التي طلبت الطلاق. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. وذكر بعض أهل العلم أنه لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيحين، ذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك وإن ابن أبي طالب يريد أن ينكح من آل عمرو بن هشام. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه آل عمرو بن هشام يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا نزوجك حتى نستأذن النبي. طبعا عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، عياله مسلمين ترى يعني ما لهم شغل يعني، هذا بعد وفاة أبي جهل طبعا. فجاء آل عمرو بن هشام إلى النبي يستأذنونه يزوجون عليا أو ما يزوجونه، فصعد النبي المنبر قال إن آل عمرو بن هشام جاءوا يستأذنون ألا إني لا آذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي. ذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث وهو في الصحيحين أنه قال ذكر العاص بن الربيع وأثنى عليه وقال ووفى لي. قالوا والوفاء هنا ظاهره أن النبي كان يشترط على من يتزوج بناته أن لا يتزوج عليهن، ولذلك ذكر العاص بن الربيع وذكر وفاءه بشرطه، ثم ذكر علي بن أبي طالب وقال إلا أن يطلق فاطمة. فقالوا يظهر من هذا أن النبي كان يشترط صلى الله عليه وسلم على من يتزوج بناته أن لا يتزوج عليهن. راحت عليك مفوز شو ملحوقة، خابر عندك بنية واحدة الذي ناوي يتزوج ما أدري عنك. طيب فالمهم أن بعض أهل العلم يرى أنه للمرأة أن تشترط في العقد لكن ليس لها أن تمنعه، ولكن إذا أبى إلا أن يتزوج فلها الحق أن تطلب الطلاق أو ترضى، قد تتنازل، لكن إذا ما تنازلت عليه أن يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة.